لا تقدر تروح تعالج نفسك ولا تقدر انه تتحمل. والله امكانيه يا استاذ عدي، امكانيه ماكو. شفتك بالفيديو متالم. اي والله تعبت، حيل تعبت، يعني مره تعبني حيل. تعرف يعني حتى انا نايم نوم هسي وموجوع، يعني وجعنا من النوم وجعان. يلين صار لك سنوات. اي واي والله سنوات، الجسم يريد حركه يتحرك. أيه. كذا سنوات انه انت بهالموضوع هذا. وشنو العمل اللي قالوا لك عليها؟ والله قالوا لي تحرير العصب. يعني ضارب النخاع الشوكي؟ شنو عندك؟ لا ضغط عصب. ضاغط على النخاع الشوكي؟ لا هي الفقره ضغط على العصب. يا عصب النخاع هذا؟ النخاع ما اللي يوقف لك الرجل هذا؟ اي النخاع الشوكي هذا وقف لك الرجل ذني. اي فهذه الفقره ضاغطه عليها، ما جت تخليه يتصرف بصوره صحيحه. ما ماكو تحكم به. ما بي ما ماخذ حريته. اي صحيح. وقفت رجلك. اي ونوم كنت ثاني وياه. يعني صرت على ثاني. بس اثنين لا حركه ولا بد ولا تمشي. هسه لا هسه بحركه شوي يعني. حركه مو بالاصابيع. بس مال انه وقفه تتحمل وزنك. لا 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 ماكو، لا ماكو ماكو. مستحيل عود اوقف على حيل هيك، لا مستحيل اوقف. الله يكون بعونك. يعني 5 سنوات بهالنوم هذا. اي والله. وهنا هسه منو قايم بالعائله؟ منو يصرف عليهم؟ منو يشتغل؟ والله قلت لك ما عندي حدا. يعني ما حد بس الله سبحانه وتعالى. وعلي ايش كبره؟ علي صغيرون. ابنك علي صغير؟ اي. ماكو عندك احد، انت كنت المعين الوحيد. اي كنت. اي اي. شنو حلمك؟ والله حكم على حيل وارجع لعائلتي. بس هذا؟ اي والله. تريد تمشي؟ اي والله ارجع لعائلتي بس. وتطلع تشوف المنطقه والناس واصدقائك؟ هو انسجنت. ان شاء الله خير ابو علي. الله يوفقك. ابشر. الله يوفقك. تؤمر والله تؤمر. والله كفو منك استاذ عدي، ادري ما قصر والله. ايش ناس انت كان؟ ادري بك ابو غيره وعدي. على راسي والله العظيم بالله الكريم.